لا أنا ما أقدر أشوف وجوههم لأنه هن لابسين خمار. أنت لازم تتذكر أصواتهم وأشكالهم لأنه أكيد بتعرفهم وشايفهم. وليش أكيد بقى؟ لأنه اللي عملوه معك مدروس، مستحيل ما يكونوا مراقبينك وفايتين لعندك على المحل كذا مرة مشان ينفذوا معك هيك مخطط. معناتها أنا لازم أرجع أشوف تسجيلات الكاميرا من أول وجديد. خلص بكرة بيجي لعندك ونشوفه سوا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم الإيدين، شكراً لك. يا سيدي الله يعوضك عن البضاعة اللي راحت و... إن شاء الله ما بتتكرر مرة تانية. إن شاء الله نهى خانم إن شاء الله. عارف شو عملت حضرة جنابة؟ خربت على حالك وخربت علينا بعملتك السودة اللي سويتها. معك حق أبي، ممكن تسرعت. معلش تقبرني، بكرة روح لعندها اعتذر منها وإلا أنك كنت عم تمزح. مش هالمزحة هي، رح تصدقني؟ إيه رح تصدق. ويلا اسمع لإلا وأنا ما رح جوزك ياها غير لحتى أعرف وين راحت بمسار يا أبوها. واتفقنا أنه بعد كم يوم رح يجي ويخطبني. إن شاء الله ألف مبروك يا عمري. الله يبارك فيك يا ست الكل. يا أمي لك أنا عملنا فنجانين قهوة مشان نقعد نحكي على رواق. من عيوني. جمال بس قبل ما تروح ترك لي مصاري. ليش؟ هيك بدي اشتري شوية تياب. أجلينا إياها شوي. وليش لحتى أجلها؟ يعني عنا مناسبة أكيد رح تشتري تياب جديدة وتلبسيها وتكوني مثل القمر. أها وشو المناسبة؟ عم فكر أتزوج. تتزوج؟ إيه ليكون عندك مانع. بده يخطبني ووعدني يشتري بيت نسكن فيه لحالنا، كمان قال لي بده يعمل عرس مصاري بكل الشام. كلامه بدل على انه صادق وبده اياكي. بتمنى ماما، بتمنى يكون صادق وما يرجع لنور مره ثانيه. يا حبيبتي ما رح يرجع له لانه هو بالاساس ما بده اياها. خايفه ماما، خايفه تعمل شيء وتاذيني وتنزع علي فرحتي. ما رح تقدر، شو تاذيكي؟ حبيبتي نور هلا مكسوره، ما رح تقدر تقرب عليكي. أتمنى. إيه، اشربي قهوتك ولا تنزعي فرحتك.